ولسه مكملين معاكم فقراتنا من طبيب البلد. انطلاق حفل الافتتاح للمؤتمر السنوي للجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية بحضور عدد كبير من كبار الأطباء. تفاصيل أكتر عن المؤتمر هنعرفها في التقرير التالي. هو ده المؤتمر ال20 للجمعية المصرية للشعب الهوائية. الحقيقة الجمعية دي جمعية عريقة، ومن ساعة إنشائها بنهتم تماما بورش العمل اللي بتعلم شباب الأطباء. فالنهاردة 30 نوفمبر الحمد لله تم إجراء 6 ورش عمل. الست ورش عمل تشمل استخدام المناظير الصدر، استخدام الموجات فوق الصوتية على الصدر، أبحاث النوم، الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، الرعاية المركزة بكافة أنواعها وكافية التعامل مع كافة أمراض الصدر الحرجة اللي من ضمنها الكوفيد طبعا اللي هو المرض العصر اللي احنا بنعاني منه، وإدارة وجودة المستشفيات. الحمد لله الورش دمت عدد كبير من شباب الأطباء، والحمد لله كان في انطباع كويس لدى هؤلاء الشباب من ناحية القيمة العلمية لهذه الورش. فعاليات المؤتمر بتتناول جميع الأمراض اللي بتهمنا طبعا، على أهم حاجة هي دلوقتي اللي احنا بنتعامل معها هي موضوع الفيروس والكورونا، وبنتكلم بقى في كل ما هو حديث بالنسبة للعلاج بالأدوية البيولوجية أو بالمضادات الحيوية للفيروسات أو المضادات الحيوية للبكتيريا، وبنتناول اللي هو يبقى فيه بروتوكولات معينة نقدر نحددها لكل مريض حسب احتياجه للعلاج. دورنا الأهم في الجمعية هو التوعية وتشجيع صغار الأطباء، أطباء الأمراض الصدرية، في مجال المناظير، في مجال المضادات الحيوية، في مجال اضطرابات التنفس أثناء النوم. وقدرنا الحمد لله أن احنا نتكفل بتكاليف 40 طالب أمراض صدرية علشان يدخلوا امتحان الدبلومة الأوروبية لأمراض صدرية اللي بننظمها للسنة الثانية على التوالي على هامش فعاليات المؤتمر. نؤكد على أهمية كذا حاجة. واحد، الإجراءات الاحترازية التي يعني عمرنا ما انقطعنا عنها، والتطعيم. لكن احنا بنلاحظ في المجتمع بصفة عامة ما زال في الساعات بيحصل، وبأكيد حضراتكم بتواجهوا كده، لا حد خايف من التطعيم والكلام بقى الفولكلوري اللي أنا بقول عليه فولكلوري اللي بيقال، والإشاعات والكلام الغير علمي إني قد يكون لها مشاكل أو حاجات. ما بقاش في مجال للكلام ده، لأني الضمانة الوحيدة دلوقتي قصادنا للوقاية من الفيروس ده بمستجداته هو التطعيم. ده الحاجة الوحيدة اللي في إيدينا، فبنؤكد على هذا. وأنا متأكد إن الكلام ده يعني هذا المؤتمر الهام تعرض له بصورة أو بأخرى وبصور مختلفة كمان، وأكثر طبعا من ناحية العلمية لأن ده تخصصهم الدقيق كمان يعني.